يلا يا اولاد الاكل خلص، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم يلا قبل ما يبرد. احنا مش هنستنى بابي؟ يا حبيبتي كلمته لقيته في شغله، ربنا يعينه. هو يعني تعبه ده كله عشان مين؟ انت يا بنت رايحه فين؟ بقول لك ايه، اتصرفي مع اختك بدل ما امسكها رنها علقه. انا مش عايزه اكل، انا حره. لا يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها حره، لما الكبار يقولوا حاجه الصغيرين يقولوا حاضر، مفهوم؟ انا مش عايزه اكل ام عين سوسه دي. انت عايزه تتربي، انا قلت كده. أنا انت عايزة لازم يا تيتا، يا طنط لالا ده انت هتتقرصي من لبليبك. هاكلها يا تيتا، لازم تتعلم ان مفيش حاجه ما بتحبهاش من اكل ربنا. ابعدي بدل ما اضربك انت كمان، امشي يلا. فاهمه اكل ربنا كله نقول عليه الحمد لله نعمه فضل وعدل. سنة يا فرح يا بابي، استغفر الله العظيم. في ايه؟ ايه الصريخ اللي عندك ده؟ يا بابي الحقنا يا بابي. طيب يلا يلا انا جاي. في ايه؟ معرفش بس لازم امشي حالا. طب والمدير والشكوى؟ اتصرف انت. بتشتكيني لابوك يا فرح؟ ماشي يا تيتا خلاص يا بس مقصود ما تدورلي خلاص. ها قولي استغفر الله العظيم. خالته الحقنا يا خالته. امشي يا بنت ثلاث مرات. استغفر الله العظيم. ازاي تبعت يدك على البنت؟ فين بابا يا فرح؟ باباها يا حبيبتي سايبهم لي عشان اربيهم. ولاد اختي متربيين احسن تربيه، مش مستنين واحده بتشوفهم كل سنتين مره عشان يوم ما تيجي تنزل فيهم ضرب. مين اللي بتتكلم عن التربيه؟ حوش حوش، ما تخليني ساكته احسن، عندنا ولايه. ايه الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه ده؟ انا مستحيل اسيب ولاد اختي معاكي في بيت واحد. فرح روحوا وضبوا شنطكم عشان هتيجوا معايا. حاضر يا خالتي. تعالي هنا، هي سايبه. ايه العنف ده؟ سيب البنت، انا مستحيل اسيبهم معاكي في بيت واحد. ايه ده، انت ست مش طبيعيه. يوسف ايه ده؟ هما الولاد كلموك انت كمان؟ ايوه. طب هو في ايه؟ مش عارفه ايه ماله. انا بحاول اكلمهم محدش بيرد عليا. ربنا يستر يا رب. امال ايه، نسيبهم لك انت عشان تعلميهم قله الحياه وقله الادب؟ اقول لك سيبي البنت. فرح اوعي بقى سيبيها. شيلي ايدك النكسه دي عن بنت ابني. انت ست مجنونه. ايه ده، ايه ده، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ايه اللي بيحصل؟ بقول لك ايه، الولاد هيجوا معانا، يعني هيجوا معانا. وبعدين يا دليلة اهدي بس. ماما بطلي الطبطبه بتاعتك دي، الولاد هيجوا معانا يعني هيجوا معانا. يلا يا فرح. استني يا فرح، احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا دليلة، قفلناه خلاص. الكلام ده لما كنت هتاخد بالك منهم، مش لما تسيبهم لوحده نازله فيهم ضرب. ضرب؟